عايز؟ بعدك زعلان مني؟ طب حقك علي، أنا غلطانة. اسمعي يا نايفة، أنا حاس راسي بده ينفجر، ما بدي أسمع ولا كلمة. طب يعني أنت يا فايز مش عارف قديش أنا بحبك وبفقد عقلي يعني لما أحس إنك نايفة، قلت لك ما بدي أسمع ولا كلمة، فاهمة؟ طب خلص خلص يا أخوي ولا تزعل، أنت ارتاح وأنا بروح أعمل لك كوباية شاي. وبعدين معك يا محمد يا جدي، خلص لا توجع راسي، أنا 100 مرة بدي أحكي لك القصة يا حبيبي. يلا يلا قوم نام وخلينا ننام، انسى هسه انسى. أنسى؟ كيف أنسى يا جدي؟ في حدا بنسى أهله؟ في حدا بنسى حقوقه؟ في حدا بنسى وجع قلبه؟ لا يا جدي، أنا ما بقول لك انسى على طول، بس هسه ما بدي إياك تفكر في إشي غير في مستقبلك. مستقبلي؟ هو وين مستقبلي يا جدي؟